تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 21 نوفمبر 2017. المقدمة اللي بقولها كل مرة، هدفي من خدمة التعليق أنا مش نشرة أخبار، مش جاي أجيب لحضراتكم شوية أخبار خالص، ولا هدفي خوف حد، ولا هدفي يحدد مواعيد. هدفي فقط خلي بالكم من الظلام اللي بيسود في العالم، وده معناه إحنا محتاجين نستيقظ ونعيش نهضة ويقظة روحية قوية، لأنه يعني مفتدين الوقت، لأن الزمان شرير. محتاجين حياة الاستعداد قوي وكل مالها بتزيد، هو ده هدفي. ومش بس المسيح لو جه النهاردة، يجي النهاردة يجي القرن الجاي، احنا محتاجين نكون مستعدين لأي وقت. بس حتى لو ما جاش النهاردة وهيجي القرن الجاي، ما انا ممكن اسلم وديعة النهاردة، لو اي حد ربنا يديكم طولة العمر والصحة. الاستعداد مش بس كمان عشان مجيء المسيح، ده كمان الظلمة اللي بدأت تسود زيادة اللي محتاجة نور، وإحنا نور العالم زي ما قال ربنا. فربنا قال لنا على أخبار كتيرة، علامات كتيرة هتحصل. ليه قالها لنا ربنا؟ قال لنا إن في حروب، أخبار حروب، الأخبار الحروب والتهديدات بالحروب هتزيد. قال لنا هتسمعوا الزلازل دي هتزيد، زلازل عظيمة في أماكن. هتسمعوا عن الجفاف بيزيد والمجاعات، هتسمعوا عن أوبئة بتزيد في أماكن، هتكون مخاوف أشكال غريبة وعلامات عظيمة في السماء على الأرض وغيرها 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 وغيرها. ليه ربنا قال لنا على كل هذه العلامات؟ ليه؟ ربنا مش بيقول حاجة for in vain ولا بدون هدف. ربنا قال لنا الكلام ده كله علشان واحد ما نخافش، لأنه الحاجات دي لما ربنا عارف ان هي هتزيد، عارف ولاد العالم هيخافوا. فربنا قال لولاد، ولاد ربنا اللي واثقين فيه، ما تخافوش، لا ترتاعوا، هتسمعوا بالحاجات كلها، انظروا لا ترتاعوا، ما تخافوش زي ولاد العالم، انتوا ولاد ربنا ما تخافوش من الكلام ده. الحاجة التانية عشان نؤمن، قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. ربنا يقول لنا الموضوع قبل ما يحصل، عشان لما يحصل نؤمن. في زمن ربنا عارف انه التشكيك في الكتاب المقدس في كل كلمة فيه، بل التشكيك في وجود ربنا نفسه الخالق هيزيد جدا، ومعتقد مفيش زمن عدى علينا وصل التشكيك والنقد بمثل هذا المنظر، وخاصة أنواع مختلفة من معاندين، من ملحدين، من مسلمين، من ذئاب خاطفة، من إخوة كذبة، من كتير زي ما قال معلمنا بولس الرسول، زادوا قوي الأيام دي، وخاصة الإخوة الكذبة الذئاب اللي في ثياب حملان. الحاجة الثالثة والمهمة عشان ننتبه ونستعد، ننتبه ونستعد في زمن ربنا عارف ان العالم هيكون بيتفنن قوي في عصر السرعة ده اللي بيزيد، ان يسرق وقتك وتتشغل عن حياتك الروحية واستعداداتك ان تقابل العريس. فقال لك لما تبتدي ده قدام عينك، ارفع راسك لفوق فوق من العالم اللي بيسرقك ويغرقك لتحت، لأن نجاتكم تقترب. على سبيل المثال اللي قاله ربنا فعلا بيحصل، زي ما قال علامات في السماء بالضبط، بتحصل علامات في السماء زيادة قوي هذه الأيام. كرة نارية عملاقة يشوفها آلاف الناس في غرب ألمانيا وآلي صورتها، والموقف ده بدل ما كان بيحصل مرة كل مش عارف قد ايه، بنفس الساتلايت ووسائل الاعلام بص بينا نسمعه تقريبا يتكرر اكتر من مره كل اسبوع. ايضا سكان فينيكس يخبروا عن رؤيه كره ناريه كبيره في السماء، ده من اي بي سي نيوز، قدام حضراتكم ادي صورتها. كور ناريه ترى فوق اوهايو، اريزونا، والمانيا، وسويسرا، والنمسا، وفرنسا، كل ده في 10 ساعات بس. فعلا زي ما قال نجوم السماء تتساقط وكانوا يتريقوا عليها، والكتاب المقدس بيتكلم على أجسام فضائية، وبالضبط بتحصل قدام الناس كلها، ده اللي كانوا بيتريقوا عليه زمان، رغم ان الكلمة اليوناني بيتكلم على جسم فضائي. كرة نارية تنفجر في سماء فنلند وسماع صوت انفجار قوي، هذه صورتها قدام حضراتكم. الأنبياء الكذبة مرة تانية يطلعوا لنا بفتوى أنه العالم هينتهي يوم 20 نوفمبر، النهاردة 21 نوفمبر، وكوكب نيبرو المزعومية هيدمر الأرض. مش عارف احنا عايشين في الأوفر تايم ولا إيه، ما تدمرتش الأرض ولا حاجة.
سماع أي حد يحدد لكم ميعاد لنهاية العالم أعتقد أنه هيكون غلطان، لأنه زي الكتاب المقدس ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة ولا الأوقات التي وضعها الآب في سلطان. سماع صوت انفجارات في كل مكان في العالم يجعل الخبراء حائرون. بعد موضوع الأبواق دلوقتي بيسمعوا صوت انفجارات في كل مكان، زي ما يكون أبواق وبعدها فعلا جماد. يوم الثلاث اللي فات 14 نوفمبر وقعت على الكرة الأرضية 43 كرة نارية من السماء. الموضوع ده أنا كنت بتابعه من زمان، وكنت ألاقي مرة في الأسبوع تقع 3 4 كور نارية مرة في الأسبوع. دلوقتي بص بقينا نسمع كل يوم تقريبا قد إيه. أستاذ الشيخ، الكمية الأوفر ويلمج من المصادر والفيديوهات اللي متسجلة من مصادر موثوق فيها تدع لا مجال للشك ان صوت الابواق اتسمعت في كل مكان في العالم. يوم الاربعاء اللي فات 39 كره ناريه، سواء شهب، نيازك، غيرها، في يوم ده، لا هو في اسبوع ولا في 10 سنين ولا غيره. هذه الرقم قدام حضراتكم. يوم الخميس 40 كره ناريه في يوم واحد. يوم الجمعه 62 كرة نارية في يوم واحد. يوم السبت 55 كرة نارية برضو في يوم واحد. يوم الحد 35 كرة نارية، ويوم الاثنين 49 كرة نارية. لو قلت لكم ده اسبوع، انا الرقم ده انا ما كنتش بشوفه السنين الماضية من حيث الكثر. ولو جه يوم كتير بيبقى يوم في الشهر ولا حاجة زي كده، ما بيبقاش الأيام ورا بعضها بهذا المنظر. قال لنا الكتاب المقدس في أواخر الأيام هنسمع عن نجوم السماء تتساقط. الطقس اللي فعلا أصبح العالم متقلب. عاصفة توصف بأنها مميتة. إعصار قوي يضرب تركيا ويسبب خسائر كثيرة و25 مصاب. فيضان مدمر يجتاح أثينا يقتل 15 فرد، وآدي منظر أثينا، ولا كان المناطق دي كما لو كانت بحيرة. عاصفة برد ثلجي قوية تدمر 50 بيت، تجرح العشرات في زيمبابوي. بص المنظر الخراب قد إيه. ما هي مناطق بتجف هذه الأيام ومناطق بتغرق وتعبت من كتر المية والتلج. عاصفة برد ثلجي قوية تضرب تركيا، كل ده تلج قدام حضراتكم، الهيل اللي بينزل. الزلازل اللي زي ما قال الكتاب المقدس في أماكن كتيرة، منها إنجيل لوقا 21، هنسمع عن زلازل عظيمة في أماكن. قارنوا الأرقام حاليا بما كان قبل 2008 بنفس الساتلايت ووسائل الإعلام ومقياس ريختر وغيره. بص الكمية بقت قد إيه. رقم 5 اللي كنت بقوله السنة اللي قبل اللي فاتت بطلت السنة اللي فاتت أقوله من كترته. ورقم 6 اللي كان نادر جدا ويتعدى على الصوابع وبيتكررش مش عارف كل قد إيه في السنة، بص بقينا نسمعه دلوقتي. السنة اللي فاتت كان مرة في الأسبوع، دلوقتي بقينا نسمعه أكتر من مرة في الأسبوع. ما تاخدوش الكلام ده مني أنا، قد أكون مخطئ، قد أكون غير أمين، راجعوا الكلام ده بنفسكم. لكن لو الأوتو بيحصل بمنتهى الدقة والأوتي الكتاب المقدس قال لنا إن ده هيحصل، أنتوا بقى أوصلوا للقرار بنفسكم. يوم الثلاثة اللي فات 44 زلزال، منهم واحد بقوة 6 اتخفض ل 5 و8 في جوما. يوم الأربع 39 زلزال، منهم 6 و2 في اليابان، وأيضا 6 اتخفض ل 5 و9 في نيو كاليدونيا، وكتير 5 فما فوق. يوم الجمعة 37 زلزال، الثالث بقوة 6.3 ريختر في الصين، وكتير 5 فما فوق. يوم السبت اللي فات 43 زلزال في يوم واحد in one day من يو اس جي اس، منهم الرابع بقوة 6.4 ريختر في نيو كاليدونيا، و5.9 في اندونيسيا، وكتير 5 فما فوق. الحد 40 زلزال، منهم 7 في نيو كاليدونيا تخفض من 7.3 و6.6 و5.9 وكتير 5 فما فوق. يوم الاثنين 35 زلزال، منهم 6 في والس وكتير 5 فما فوق. الاسبوع اللي فات ده ما فيش يوم عدى ما كانش فيه زلزال بقوة 6. متخيلين؟
زلزال العراق وإيران اللي قلناه الأسبوع اللي فات طبعا. الأسبوع ده بس من الثلاث لامبارح، شوف كمية الزلازل قد إيه. رقم 6 اللي كان نادر في السنة، دلوقتي داخلين قربنا على إن إحنا نقوله أكتر من مرة في الأسبوع، وقربنا على إن يكون مرة في اليوم، متخيلين؟ الأسبوع ده بس، الأسبوع ده بس بعد ما كنا نتكلم على 20-30 زلزال قوي في السنة اللي هو 4.5 فما فوق، يو اس جي اس بتقول لنا الأسبوع ده بس في 7 أيام 130 زلزال قوي ضربوا العالم، منهم اللي 6 فما فوق، 1 2 3 4 5 6 زلازل بقوة 6 ريختر فما فوق لغاية ما وصلنا لـ7. انتوا عارفين ريختر بيمشي بالتضاعف، 5.1 ضعف 5، 5.2 ضعف 5.1، 6 10 أضعاف 5، 6.1 ضعف 6، وهكذا بيمشي بالتضاعف. انتوا متخيلين ان احنا نوصل لهذه الدرجة من كمية الزلازل، وفي اسبوع واحد 6 زلازل 6 فما فوق ريختر، متخيلين؟ وده كمان بالإضافة اللي اتخفضوا، 2 اتخفضوا كان هنبقى 8 زلازل 6 فما فوق. زلزال اليابان اللي بقوة 6.2 سبب خسائر، زلزال الصين اللي بقوة 6.3 أيضا سبب خسائر. سكان كاليفورنيا على اون ذا ايدج، يعني على الحافة من مخاوف زلزال قوي بعد تيار من 10 زلازل ضربت قرب صدع سان أندرياس اللي مخوف ناس كتيرة يوم الثلاثاء اللي فات. لغاية يوم الجمعة تيار الزلازل مستمر بيضرب في منطقة صدع سان أندرياس ومسبب حقيقي مخاوف، وده من سان فرانسيسكو. زلزال نادر بقوة 5.4 قوي ضرب كوريا الجنوبية، سبب خسائر ثقيلة وجرحى كثيرين. زلزال نيو كاليدونيا اللي بقوة 7 سبب تسونامي للأسف. مش بس احنا قدام عينينا، وزي ما قال لنا الكتاب المقدس ده حتى وسائل الاخبار العالميه بتقول الكلام ده. العلماء يحذرون من زلازل مميته، لان الزلازل في تزايد عدد وقوه، ويقولوا ده كمان لسه هتزيد تتزايد في 2018. شكرا. البراكين اللي زادت، الاستعداد لانفجار بركان قوي في أيسلندا باسم أورفا جوكول آخر مرة انفجر فيها سنة 1728. انفجار بركان سينابونج مرة تانية، مش عايز أطول على حضراتكم. الزلازل أيضا زيها، البراكين أيضا زيها زادت جدا. بعد كنا نسمع عن 3-4 براكين قوية في السنة، بص بينا نسمع عن كم بركان. الخبراء يناقشون العلامات التحذيرية لانفجار بركان يولستون العملاق اللي خايفين منه. خريطة البراكين النشطة في يوم واحد اللي هو يوم الحد اللي فات 19-11 من فولكينو ديسكفري، كل ده قدام حضراتكم، كل دي براكين نشطة على العالم. ايه رأيكم؟ مش ده برضه اللي قال لنا عنه الكتاب المقدس على الدخان اللي هيزيد قوي في أواخر الأيام، الدخان والنار. الأوبئة برضو اللي قال لنا عنها إنجيل لوقا 21، بنسمع عن أمراض غريبة، نسبة الناس اللي بتموت من الأوبئة زي البكتيريا المقاومة للأدوية زاد جدا، استمرار تزايد عدد الموتى من الطاعون، والمسؤولين يقرون من خطورة أن ينتشر عالميا. المخاوف تزيد من الطاعون لأنه يقاوم المضادات الحيوية، شكرا، عشان الإنسان أساء استخدام المضادات الحيوية. آخر الأخبار تزايد له حتى أنه الأطباء اللي بيحاول يعالجوا أصبحوا من ضمن الضحايا. وبروفيسور يقول أن الوباء الأسود دليل أن الأوبئة لا يمكن تدميرها، ده للأسف، رغم أن كان عند الإنسان وسيلة أفضل بكتير وهي النورمال فلورا، انه يعالج الوباء عن طريق يزود المناعة والنورمال فلورا، فالبكتيريا تحارب بعضها. الانسان فضل
إنه يبيد البكتيريا قليل ضار وكتير مفيد، ولكن معرفش يقضي على الضار خلاه يزيد. أيضا الطحالب السامة تصبح تهديد في كل مكان. بالفعل الطحالب دي مميتة، توكسيك ألجي. تسريب 210 ألف جالون من البترول في جنوب داكوتا، ده من فوكس نيوز. البقعة دي كلها اتلوثت. بحث وجد أن بعض المناطق بجوار طوكيو من الكارثة بتاعة مفاعل فوكوشيما اللي بتزيد ما بتقلش، إن الأشعة وصلت 100 مليون مرة أعلى من المعدل الطبيعي السابق. ده من إنرجي نيوز، متخيلين؟ ونتساءل ليه السرطانات زادت في اليابان وفي كل مكان في العالم؟ ونرجع نرمي العيب على ربنا؟ ليه التشوهات الخلقية زادت ونرجع نرمي العيب على ربنا؟ سنة 2017 تقول عنها وكالات الأعلام زي واشنطن بوست سنة الكوارث في التاريخ من ناحية التكلفة. السنة دي أكتر تكلفة للكوارث على مستوى العالم وأيضا على مستوى أمريكا طبعا. الأخبار الحروب أو التهديدات بحروب زي ما قال لنا الكتاب المقدس هنسمع عنها، وده للصبح. كوريا الشمالية تضع خريطة محددة لضربات إلكترومغناطيسية مدمرة علشان ترجع العالم لعصور الجهل وعصور الظلام. ألاسكا تحث مواطنيها أن يستعدوا لهجمات إلكترونية وأن يخزنوا عندهم طعام ومياه للطوارئ. لحظة واحدة، آسف. ده من ميرور. الصين تبلغ أمريكا أن تتوقف، وده التهديدات اللي شغالة، أن تقوم بتدريبات عسكرية مقابل سواحل كوريا الشمالية. في تطور خطير، روسيا والصين يستعدوا لإسقاط أي صاروخ أمريكي هيمر على مقربة من كوريا الشمالية. أوبا، ده كوريا الشمالية طلع لها ظهر، روسيا والصين. هو ده الاتحاد بتاع جوج وماجوج، رئيس روش ماشي كوتوبال. القوات الأمريكية تتدرب على الحرب الكيميائية قرب حدود كوريا الشمالية. خلوني أسرع شوية عشان الوقت للأسف ابتدى يدهمنا. روسيا بتبيع أسلحة للشرق الأوسط قيمتها 113.8 بليون دولار السنة دي، ده تضاعف 3 مرات السنة الرقم بتاع سنتين فاتوا اللي كان 37 بليون بس. ده اللي بيحصل في العالم. العالم فيه مجاعات، الناس بتموت، الغلاء مدمر الأسر، والعالم ما بيركزش غير في شراء أسلحة عشان يقتل بعض. متخيلين 110 بليون دول كانوا يشبعوا الفقراء بتعود أفريقيا كلهم كم مرة؟ إيران تبني قاعدة عسكرية مستديمة في سوريا وبتضع مخالبها في كل مكان للأسف إيران. السعودية تحذر إيران أنها لن تتردد في الحرب، وهذا يدفع المنطقة للخطر. نتنياهو يتعهد بأن إسرائيل ستعمل لوحدها ضد إيران لو أجبرت على هذا، يعني بيقول لو طلب الأمر احنا لوحدنا كافيين ان احنا نحارب إيران. رئيس في الجيش الإسرائيلي يقول أن إسرائيل مستعدة لمشاركة السعودية في معلومات استخباراتية عن إيران. انت عارفين السعودية دلوقتي بقت حليفة لإسرائيل. ايه اللي حصل لخيبر؟ خيبر يا يهود، معلش الحاجة تبرر. ده من وكالة رويترز. مين اللي مع السعودية ضد إيران؟ اليهودي بيساعد المسلم ضد المسلم، ده اللي وصلوا له المسلمين. إسرائيل أيضا تعلن أنها مستعدة للتعاون مع السعودية لمواجهة إيران، ده من سبيس ديلي. لبنان تهدد إسرائيل، وده من راشن تايمز، فكله بيهدد كله. مدرعة إسرائيلية يوم السبت اللي فات تطلق طلقة تحذيرية قرب فرقة متحركة من الجيش السوري كإنذار ليهم.
ويوم الحد اللي فات إسرائيل تطلق النار على هدف سوري اقترب من هضبة الجولان. عضو في البرلمان الأردني يعلن مساندته للتفجيرات اللي اسمحوا لي أقول عليها إرهابية في إسرائيل. أي تفجيرات غادرة في أي مكان أنا أعتبرها إرهاب. ليه؟ لكن ليه الحكومة الأردنية تفرح بحاجة زي كده؟ السحابة النووية فوق أوروبا تشير إلى روسيا كمسبب أساسي، وده من نيويورك تايمز. أنتوا عارفين أن أوروبا متغطية بسحابة نووية، وبرضه نرجع نتساءل نقول ليه السرطانات زادت والتشوه، ونرجع نرمي العيب على ربنا واحنا اللي بنعمل الكلام ده كله. وسائل الإعلام العالمية تقول كلمات المسيح تتحقق عن أخبار الحروب. شكرا. قال لك كلمة حروب وأخبار حروب، لا دي فعلا زادت. خبر جيد ولكن برضه ليه للأسف المشاكل بتاعته. داعش خسرت 95% من المناطق بتاعت الخلافة بتاعتها، ولكن السيء ان المجاهدين المسلمين الارهابيين بتوع داعش اختفوا وانتشروا في كل مكان في العالم، لان طبعا عندهم بقت باسبورات لكل مكان في اوروبا وامريكا وغيره. ده من اروس شفا. داعش تهدد الفاتيكان بهجمات إرهابية في الكريسماس، وده من جريدة ذا صن. وجايبين واحد إرهابي أدي في المراية سايق عربية أهو قريب من سان بيتر، يعني عنده القدرة أن هو يفجر نفسه جوه الفاتيكان. بيهددوا البابا وبيهددوا المسيحيين في عدد الكريسماس في الفاتيكان. إيه رأيكم في المسلمين والمحبة بتاعتهم؟ ما بتنقط. أخبار عامة، وبصوا العلم بيتجه لإيه. بحث جيني جديد لمتابعة أصل البشر يصل، رغم إن ده ما كانش هدفه، لكن مرة تانية وتالتة وعشرة، يصل لآدم إن هو أب البشرية وحواء أم البشر، ويقوي علميا قصة الخلق الكتابية. طبعا ده حاجة مضايقاهم، لكن ده نتيجة البحث. اللي ما كانوش عايزين ده، لكن ده اللي طلع عنده. فلو تفتكر ميتوكوندريا الإيف and كروموزوم الواي أكد قصة الخلق جينيا زي ما قال الكتاب المقدس. سماع أصوات انفجارات غامضة تزيد في عددها وحدتها عبر أمريكا في نوفمبر. الـ FDA يوافق على أول دواء به نظام إلكتروني للمتابعة، فهو بيه حساس يقول للدكتور المريض خد الدواء ولا لا. يعني الدكتور يكتب لك روشتة، تاخد روشتة تصرفها، الدواء فيه أجهزة تجسس ومتابعة، لو خدت الدواء الدكتور يعرف، لو ما خدش الدواء الدكتور هيعرف، وطبعا الحكومة هتعرف. إيه رأيكم؟ يعني لو اتهموك أن أنت مريض نفسيا عشان ضد الشذوذ، وأجبرتك الحكومة تاخد علاج نفسي عشان عندك فوبيا ضد الشذوذ أو ضد الإسلام وما خدش الدواء، الحكومة هتيجي تعاقبك ليه ما خدتش دواء الاكتئاب. استخدام الأدوية في ازدياد، فتقريبا نصف من هم 65 سنة فما فوق يستخدمون على الأقل دلوقتي 5 أدوية أو أكتر، بازدياد 12% عن 20 سنة مضت، وده من التليجراف. علماء أمريكان هيحاولوا تعديل جينات لجسم الإنسان للمرة الأولانية. شكرا. بس طبعا قاموا بيها الصينيين بالفعل. علماء يعلنون عن أول عملية نقل رأس بشري بنجاح، وده من التليجراف، لكن زي ما قلت لحضراتكم ده يعني زي كليمد وكونتروفيرسيال كليم، وبيقولوا ان ده تم على كوربس، فمش عارف القصة أبعدها ايه بالظبط. الأبحاث تجد ان تزايد عدد حالات انتحار الصغار، الشباب المراهقين والتينيجرز وهؤلاء الصغيرين، والاكتئاب له علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتنشر لهم الشذوذ واللي بتنشر لهم الإلحاد، نتيجته العيال بتنتحر. ايه رأيكم؟ الكلام ده مش من موقع مسيحي، ده من ياهو نيوز. وزي ما بقول باستمرار، الإلحاد لا يزيل الألم، الإلحاد بيزيل الأمل.
لما تقنع شباب زي دول إن مفيش أمل، إيه اللي يخليه يكمل حياة؟ مع أول ضيقة ليه ما يفكرش ينتحر؟ كتير من الناس اللي اختبرت الموت ويعادوا للحياة ماتوا فعلا إكلينيا، دكاترة أكدوا إن هم ماتوا وبعد كده رجعوا للحياة وعندهم خبرات لما بعد الموت اللي هي Post Death Experience، يؤكدوا إن هناك حياة بعد الموت وملكوت، والملكوت حقيقي. Heaven is real. ده ليس بحث مسيحي، ده بحث علمي. اللي بيدوروا على أدلة علمية، طب أهو العلم قال لكم كلمته. أساليب تكنولوجيا تعليم الصغار المقترحة هي تحولهم لفئران تجارب. صدقوني كل هدفهم إن الصغيرين دول يعسروهم ويغسلوا مخهم من الصغر بالإلحاد بالشذوذ والكلام ده كله. احترس اللعب الإلكترونية وخاصة اللي هتشتروها في الكريسماس، تقدر تجعل غرباء يتكلموا مع أبنائك من خلالها وانت مش واخد بالك. ده من الجاردين، تجيب لك عروسة بتعمل أصوات وأكشول العروسة دي يقول لك ممكن توصلها على السلفون ولا على الإنترنت، وتفاجأ إنه في ناس تقدر تتكلم مع أطفالك وانت مش واخد بالك. الشرطة الأمريكية الآن لها الحق، الكلام ده على فكرة قلته لكم من سنتين، أن تطلب معلومات دي إن إيه الشخص دون موافقته من موقع 23 and me بتاع جوجل والأنسستري. إيه رأيكم؟ الأول اللي بدأت المواقع دي إزاي؟ عايز تعرف أصلك، عايز تعرف أنت مين الأنسستري بتاعك، عايز تعرف الجينات بتاعتك جينات أنه قومية، ابعتوا سرية وأمان وي 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 وي. ولما كبر بنك المعلومات الدولة تقدر تاخد المعلومات دي بالكامل غصب عنك. إيه رأيكم؟ الديمقراطيين في أمريكا يتخذون أول خطوات لمقاضاة وإزالة ترامب واللي هو بيسموها امبيتش. جنرال مسؤول نووي، بصوا الدولة اللي تنقسم على نفسها هتخرب إزاي، يقول رغم أنه ضد القانون ولكنه سيرفض أمر ترامب بضربة نووية. ده من وكالة رويترز. وصلت للدرجات؟ ده المفروض يعتبر عصيان. الدولة دي فعلا انقلبت على نفسها، انشقاقها زاد، اعتقد الدولة دي لازم هتنهار قريب جدا، لان الكتاب المقدس قال البيت اللي انقسم على ذاته يخرب. امريكا لازم هتخرب قريب لانها اصبحت فعلا مقلوبة على نفسها، وهتخرب من الداخل اكتر من الخارج. العروسة باربي الف مبروك اتحجبت، باربي طلعوا لها نسخة محجبة. وزير داخلية فرنسا يقول المسلمين لا يجب السماح لهم بالصلاة في شوارع باريس. الفرنسيين رغم أن مساندتهم والإسلام ويا حرام والبلانديز والشويتين بتوعهم، لكن دلوقتي قالوا خلاص مش قادرين. إيه اللي بيعملوه المسلمين في الشوارع ده؟ وده من راشن تايمز. عادي لما تسيب لإنسان وخاصة زي المسلمين. تجهيز زيت المنارة آسف للهيكل تحقيق نبوة عاموس النبي، بيجهزوا المنورة بتاعة الهيكل. مؤتمر الملحدين العالمي الذي باسم سبب أن يكون عندك أمل، متخيلين الإلحاد هيدي أمل، تم إلغاؤه لأنهم لم يجدوا أحد يريد الحضور. إلحاد عن الأمل، مؤتمر إلحادي عن الأمل. أمل إيه اللي يديهولك الإلحاد؟ الإلحاد ينزع الأمل، فلغوا المؤتمر عشان الناس ما كانتش عايزة تحضر. عقيدة عبادة الذكاء الصناعي يريد صناعة روبوت الأذكى من الإنسان بليون مرة. يا سلام. أخبار اقتصادية اللي فعلا العالم مضطرب اقتصاديا. فنزويلا لم تتمكن من سداد. يا أستاذ نايت جارد رجاء محبة عدم التكرار عزيزي، عبر عن رأيك بس عدم التكرار. فنزويلا لم تتمكن من سداد الديون في آخر فرصة لها، وتستمر تنزلق في كارثة اقتصادية وبشرية أكبر فأكبر. وده من CNN، واتكلمنا على تأثيرها السلبي على العالم إزاي المرة اللي فاتت. الحرب بين السعودية وإيران قد تجعل سعر برميل البترول يصل من 150 ل 300 دولار وتفقر العالم كله. ده من راشن تايمز. تعرفين ان ازاي ده لو حصل يخرب بيوت ناس كتير.
خبير اقتصادي يحذر إن انهيار في سوق الأسهم هيحصل في 2018، ده من راشن تايمز. أيضا خبراء آخرين من شكل الرسم البياني للاقتصاد بيقولوا بكل تأكيد يوجد كساد ريسيجن جاي لا محالة imminent. اضطهاد المسيحيين اللي زاد جدا، بس في الأول خبر كويس. فيلم مسيحي سيقدم أبحاث علمية جديدة قوية تؤكد حقيقة قيامة المسيح، إن دي حقيقة مش بس عقيدة مسيحية، هتؤكده تاريخيا وعلميا قيامة المسيح. في الفيلم ده ربنا يدبر ويكون فعلا فيلم ناجح. بيت عائلة احترق يا رب بأكمله، لم يبقى فيه شيء على الإطلاق سوى كالعادة. إيه؟ كم مرة يتكرر هذا الموقف؟ الكتاب المقدس زي ما هو ومسهوش أي أذى ولا اتحرق منه أي شيء على الإطلاق، وكل اللي حواليه محروق. الموقف ده مرارا وتكرارا، ده الحجر يبتدي يفهم، لكن لو قام ليهم واحد من الأموات لن يؤمنوا. الصين تطالب بأن العلامات اللي فيها إشارات للمسيح تتشال وتستبدل برئيس الصين، ده إيه؟ عشان وقف ما يسموه بجهل المسيحيين، بدل ما تقول God or Lord Jesus لا تحط اسم مستر رئيس الصين مكانه. ايه رأيكم؟ الشرطة الصينية تقبض على 13 مسيحي وتحقق معاهم، عملوا كارثة؟ ارهاب؟ لا، لانهم اقاموا اجتماع صلاة في بيت انسان. ازاي وازاي يقيم اجتماع صلاة؟ ده ممنوع، ده اخطر من الارهاب، اصله بيهدد الشيطان. معلش انا محتاج اسرع قوي. القبض على شخص ومعاه كتاب مقدس في كوريا الشمالية ده معناه حكم الموت مباشرة لا محالة، ده الوصل المقدار للاضطهاد للمسيحية. محكمة فرنسية تمنع عرض مزود الكريسماس في المباني العامة، ليه؟ بيضايق في ايه الكريسماس؟ صفحة الويكيبيديا للعلماء المتخصصين البارعين في التصميم الذكي لغوها، ليه يا ترى لغوها؟ أمال فين حرية التعبير؟ أمال فين الرأي الآخر؟ ده برضو الحيادية العلمية يا ملحدين؟ الشرطة الجزائرية تغلق كنيسة لأنها تطبع الكتاب المقدس، طبعا طباعة الكتاب المقدس جريمة. إزاي؟ مدرسة أمريكية تنهي ما تسميه دراسة كتاب مقدس وقت الغزاء، أصله ده مخالف للقانون. ليه مخالف للقانون؟ من فوكس نيوز. مقاطعة مدارس جورجيا تمنع المدربين أن يصلي مع فريقهم في أي مكان حتى لو في أوضة مقفولة. ليه؟ الصلاة دي مضايقاكم في إيه؟ مدينة في تينيسي أمريكا تهدد جد لأنه قرأ الكتاب المقدس بدون إذن في مكان عام. إزاي وإزاي يقرأ الكتاب المقدس؟ طبعا لو قرأ مجلة إباحية مفيش إشكالية، لو قرأ القرآن حرية، لو قرأ مجلة ميكي وسمير ولا داروين براحته، إلا الكتاب المقدس. إيه رأيكم؟ اجتمع العالم فعلا على الرب وعلى مسيح. مدرس مسلم عشان تشوفوا الكذب ادعى أنه مسيحي، والحالات دي كترت قوي. يهودي يدعي ان هو مسيحي، مهرطق يدعي ان هو مسيحي، مسلم يدعي ان هو مسيحي، ملحد يدعي ان هو مسيحي، واكتشف انه في دروس الدين المسيحي بيعلم الطلبة في ابتدائي ازاي يتبعوا محمد وإله الإسلام. ايه رأيكم؟ الانحدار الأخلاقي اللي زاد جدا، عشان كده بقول لكم خلي بالكم قوي من الذئاب اللي في ثياب حملان، زاد قوي الأيام دي. بصوا الانحدار اللي وصلنا له. في اسكتلندا يسمح للكبار والصغار ايضا بتغيير جنسهم رسميا لما هو ليس ولد ولا بنت. لو واحد عايز، طفل صغير عايز يغير جنسه، عايز يقول لا انا لا ولد ولا بنت، براحته، ده من التليجراف. ايه رايكم؟ ايام صدوم وعمورة اهو. للاسف استراليا تصوت في صالح زواج الشواذ، ده من بلومبرج. دافع الضرائب الامريكيه رغم شوف عمل قد ايه ترامب، لكن القضاة الاشرار اللي قصاده بسبب قرار القضاء الفيدرالي وصل لدرجة ان الشعب دلوقتي بيدفع التكاليف الباهظة لعمليات تغيير الجنس للجنود الشواذ. الطلبة الذكور اصبحوا دلوقتي لا يحتاجوا ان يثبتوا جنسهم ويقدروا يشتركوا في الالعاب الرياضية النسائية للطالبات في نيوجيرسي. ايه الاباحية دي؟ وصل الأمر من الانحطاط إن أسئلة في مدرسة لستة ابتدائي يسألوهم أسئلة جنسية إباحية قذرة. مش هقدر أقول لحضراتكم الأسئلة كانت نوعها إيه، بس unbelievable.
يسألوا للطلبة في ستة ابتدائي إيه قضاء القذارة اللي بقت في المدارس دي؟ إيه ده؟ الآن بيقدموا القصة بتاع دراك كوين الشاذة حتى لأطفال الحضانة من سن سنتين فما فوق عشان يعلموهم من السن ده الشذوذ من ميل أونلاين. قصة دراك كوين بتاعت مدام ميشيل أوباما والمكتبات بتاعتها. مقاطعة في كندا تمرر قانون للشواذ في المدارس رغم الاعتراضات الشعبية ورغم أن أغلبية الشعب صوتوا تصويتات جماهيرية ضده، وهو إعطاق الحق للطالب أنه يكون شاذ ويشترك في نادي الشواذ والمدرسة تساعده وما يقولوش لأولياء أموره. واستغلوا طبعا عشان يمرروا القانون الرئيسة اللي طبعا معاها أعضاء كتير مؤيدينها وغياب كثير من الأعضاء المعارضين عشان يمرروا القانون. إيه رأيكم؟ أيضا خبر آخر، الطلبة يطالبون بحمامات متخصصة بعد ما خلوها لأغلب الحمامات متعادلة ولا حد بيعبر. خلوني ليا وقفة هنا مش هطول بسرعة شديدة. المقاطعة دي صدر قانون الحمامات المتعادلة نهاية السنة اللي فاتت، استغلوا فترة الصيف وطبقوا الحمامات المتعادلة، بدل حمامات للولاد وحمامات للبنات لا خلوها مفتوحة، البنات تتحمى تاخد حمام بعد الرياضة مع الولاد عادي عشان عيون الشواذ. بدل من ان يجعلوا نسبة صغيرة من الحمامات متعادلة للشواذ تناسب نسبتهم، غيروا اغلب الحمامات وخلوها متعادلة، واللوكرز اصبحت كله مع بعض. يعني اللي يدعوا ان هناك فئة ثالثة قليلة يدوهم حقوق، هم لغوا حقوق الاغلبية تماما لاجل الشواذ بطريقة فيها اجبار، وطريقة تعرض الأولاد والبنات الطبيعيين الغير شاذين لأشياء غاية في الإحراج وخدش الحياء وشاذة. المهم الطلبة عادوا إلى المدارس شهر سبتمبر اللي فات، لقوا المدارس بتاعتهم لغت الحمامات أغلب الحمامات بتاعت الولاد والبنات المتخصصة وخلوها متعادلة عامة للكل. البنت ممكن تاخد حمام والولاد حواليها، ليه؟ عشان عيون الشواذ. الموضوع سبب مشاكل كتيرة جدا وأمور في منتهى قلة الأدب والخجل، جارحة مشاعر هؤلاء الصغار المرهفة المراهقين، كله عشان خاطر سواد عيون الشواذ. الطلبة ما عرفوش يتأقلموا مع قلة الأدب دي، فكان من الطلبة اللي ملقوش حد يسمع لهم إلا أنهم قرروا يجمعوا ما بينهم وما بين بعض توقيعات، جمعوا كمية توقيعات لإلغاء الحمامات المتعادلة بتاعت الشواذ ويرجع الحمامات المتخصصة للأولاد والبنات. الإمضاءات كانت أرقام خيالية overwhelming، وتوقفوا فقط عشان مش لاقيين الطلبات المطبوعة اللي يمضوا عليها أكتر من كده. ورغم ذلك الحكومة ووزير التعليم اللي احتمال كبير يكون شاذ لكن بيأيد الشواذ لا يستجيب. ليه؟ أصله بيأيد الشواذ، الحقوق والحكومة بما فيها رئيسة الوزراء وأيضا رئيس وزراء كندا العام بأيد الشواذ بيطلع لهم في كل مهرجان، ولبس ابنه بنت كلبس شذوذ في المهرجان اللي فات. ايه رأيكم اللي بيحصل ده؟ المثال ده بيحصل تقريبا في كل مكان في العالم وفي اغلب المجالات، يلغوا حقوق الأغلبية على زي المسيحيين عشان قلة شاذة، او عشان قلة ملحدة يمنعوا الكتاب المقدس، او عشان قلة مسلمة يشيلوا حقوق المسيحيين الأغلبية. ايه رأيكم في القيادات بتاعت العالم؟ هل تثقوا في هؤلاء؟ الناس دول للأسف هم اللي بيحطوا القوانين بتاعت الشواذ، الناس دول هم اللي بيحطوا المناهج بتاعت التعليم اللي مليانة أمور عن الشواذ، واللي مليانة أمور عن الإلحاد والتطور، واللي مليانة أمور عن الإسلام. الناس دول بيحطوا القوانين الطبية اللي بيجبروا الطلبة ان احنا ندمرهم بالفاكسينيشن والتطعيمات والمصايب دي كلها. دول اللي كمان بيقرروا ايه اللي يتنشر في الإعلام ولأ، ده اللي أصبح فيه العالم. ايه رأيكم؟ عشان كده زي ما قال الكتاب سفر المزامير 146:3، لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني آدم حيث لا خلاص عنده. قيادات العالم مش معاكم، انتبهوا للموضوع ده. قيادات العالم أغلبها أصبحت خاضعة في يد الشرير حقيقي، زي ما قال معلمنا يوحنا الرسول في رسالته الأولى 5:19، نحن نعلم أننا نحن من الله والعالم كله قد وضع في الشرير. عدوا نفسكم لكده، العالم خلاص وضع في الشرير، قبلت أم لا تقبل دي فاكت ويجب أن تستعد إليها، والإنكار مش هيجيب فايدة.
عشان كده أقول نفس الكلام اللي قاله معلمنا يوحنا، السلاح هو فقط ربنا. نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. حاليا حقيقي محتاج تتأكد أن أنت مولود من ربنا وتوجد فيه وفعلا مع المسيح ليل نهار عشان الشرير ما يمسكش. لأنك لو بعدت عن ربنا للأسف بإرادتك، ربنا مش هيجبرك، ممكن تبقى أداة في يد الشرير وتبقى واحد زيهم ويستغلك الشرير في إعصار آخرين. خلي بالك. ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ما تتخدعوش باللي بيتقال في الجرائد، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الحق، الإله الحق والحياة الأبدية، ده الحق الوحيد، الحق الوحيد في العالم اللي مش هيتغير. أيها الأولاد احفظوا أنفسكم. الوقت اتعدى فتوقف عند هذا القدر، لكن أرجو أن تستعدوا لاستقبال العريس. أمين تعالى أيها الرب يسوع، ربنا يحافظ عليكم.